بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض المحاضرة الرابعة في شرح برنامج الأوتوكاد. النهاردة هنشرح أمر إكستند وأمر دو نوت وأمر أري. لو فتحنا الأوتوكاد بتاعنا كده، لو أنا معايا خط رأسي بالمنظر دوت، أو مش لازم يكون خط رأسي، ومعايا خط تاني أفقي أو خط تاني بالمنظر، وعايز أمد الخط ده على امتداده بحيث يتلاقى مع الخط الرأسي. خدنا الكلام ده قبل كده بأمر شامفر. لو أنا جبته وعلمت على الخط ده وعلمت على الخط ده، هيوصلهم ببعض، بس في نفس الوقت هيشيل الزيادة اللي كانت موجودة في الخط ده. أنا مش عايز أعمل كده، أنا عايز أسيب الخط ده زي ما هو وأعمل إكستند للخط ده. الأمر ده هيتم من قايمة موديفاي إكستند، أو الأيقونة بتاعتنا اللي هي دي إكستند، اختصار إكستند إي إكس إنتر. اول حاجه بعلم على الخط اللي انا عايز امد له، وبعدين ادوس انتر، وبعدين اعلم على الخط اللي انا عايزه يتمد، يروح من اتنين ده لده، واروح اعمل سكيب. نقول تاني، وانا معايا شويه خط ورحت اعمل لها كوبي هنا وهنا وهنا وهنا، ومعايا خط افقي وعايز امد الخط ده للخط ده، هجيب امر اكستن اي اكس انتر وعلم على الخط اللي انا عايز امد له، وبعدين ادوس انتر وعلم على الخط اللي انا عايزه يتمد، يروح من يدينا ده لده. ده بالنسبه لامر اكستند. الامر الثاني اللي هو امر دي نوت. حضرتك يا باشمهندس لو دخلنا من قايمه برو، ادي امر دي نوت، للاسف ملوش ايقونه هنا، ولكن اختصار دي نوت هو دي او انتر. اول حاجه بيطلبها منك الانسايد دايامتر، لو انا سبته نص، والاوتسايد دايامتر لو انا سبت واحد، يعني دوست انتر على الفاضي، يروح عامل لنا دايره مفرغه. الدايره دي قطرها الداخلي نص وقطرها الخارجي كام متر. لو انا جبت الامر تاني دي او انتر، لو طلب منك الانسايد دايامتر انا خليته صفر، والاوتسايد دايامتر انا خليته نص، رحت عامل كليك، يروح راسم لنا دايره مصمطه، لان القطر الداخلي انا عملته له صفر. الامر ده بنستخدمه دايما في رسم التسليح. يعني انا لو جبت امر دي نوت وخليت الانسايد دايمتر بصفر، والاوتسايد دايمتر مثلا 0.016، يعني فاي 16، 16 مليون ب 16 من 1000 متر، ورحت جاي هنا كده عامل كليك، راح الراجل عامل لك سيخ حديد تسليح. تمام كده. ده بالنسبه لامر دي نوت، يستخدم لرسم التسليح بتاعنا. حضراتكم لو جينا كده استخدمنا امر اكستند واستخدمنا امر دي نوت لرسم قطاع العمود اللي موجود قدامنا، عمود 30 في 70، عايزين نرسمه مع بعض ونحط فيه 14 سيخ في 12 مثلا، ونفرد الكيانات بتاعته. الموضوع بسيط جدا. ايه رأي حضراتكم لو مسحنا كل ده وجبت امر ريكتانجلر خدناه قبل كده، وعملت كليك ورحت عامل علامة ات، مشيت في الاكس بوينت 7 كوما، طلعت في الواي بوينت 3 ودوست انتر، راح عامل لنا عمود 30 في 70. بأمر اوفست دخلت مسافة الاوفست بوينت 0.25 اللي هو 25 من 1000 اللي هو 2.5 سنتي يعني، ورحت عامل اوفست للبرواز ده لجوه على اساس ان دي الكانة. ممكن حضرتك لو علمت على ده ممكن اديله لون معين من هنا وليكن اللون الاخضر، ممكن اعلم على ده وليكن اديله لون معين وليكن اللبني، واروح اعمل سكيب. لو دخلت من قايمة درو وجبت امر دي نوت، هيطلب منك الانسايد دايمتر صفر انتر، الاوتسايد دايمتر بوينت 0.12 انتر، يعني فاي 12، ورحت جاي هنا مثلا عامل كليك قربت، وبعتنش من بعيد قرب كده، وروح جاي هنا عامل كليك. ممكن اعلم عليه كده واديله لون وليكن الاصفر. ادي سيخ التسليح بتاعتي. هكمل بقيه السياخ عن طريق امر كوبي. لو انا رحت عامل امر كوبي وجاي معلم على السيخ ده ومشغل اف 8 ونازل هنا كده لغايه ما احط السيخ في المكان اللي انا عايزه، واروح جاي هنا كده في المنتصف تقريبا، واروح اعمل كليك. ايه رايكم؟ ممكن اجيب امر كوبي واعلم على السيخ ده والسيخ ده والسيخ ده، وامسك واحد منهم وانا مشغل اف 8 واروح الناحيه الثانيه، الاقي الثلاثه جم معايا، واظبط كده واحد منهم الاقي الباقي اتظبط معايا. اهو، ايه رايكم؟ كام سيخ بقى لسه في النص؟ 1 2 3 4 بالتقريب كده، مش لازم المسافات متساويه قوي يعني. هعلم على ده واعلم على ده وامسكه من بره كده كليك هنا،
واروح عامل مثلا واحد في النص قوي بالظبط كده، وبعدين هما كام سيخ قلنا؟ 1 2 3 4، لا دول 5 مسافات، يبقى اسف. نعمل كنترول زد، ها هنمشي هنا، ادي 1 2 3 4. لو المسافات مش متساوية أوي بأمر موف، ممكن أحرك كل ده كده ناحية دي شوية أهو، ممكن أحرك كل ده كده ناحية دي سنة تقريبا. طيب بعد ما رسمت التسليح بتاعي، لو أنا جبت أمر لاين وصلت من هنا من المنتصف للمنتصف، وصلت من المنتصف للمنتصف، وصلت من المنتصف للمنتصف، وصلت من المنتصف للمنتصف اهو. لو عايزين نعمل الكلام بتاعتنا، هنعمل اوفست للخط ده. اوفست مسافة كام بقى؟ 6 من 1000، اللي هو نص قطر السيخ بتاعي. هعمل اوفست للراجل ده الناحية دي، 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 وبعدين اعلم على الخط ده واعمل له ديليت، والخط ده عمله ديليت، والخط ده عمله ديليت، والخط ده عمله ديليت، وعلم على الخط. سوري كده لخبطت، كنترول زد، علم على الخط ده هو اللي انا عمله ديليت، والخط ده هو اللي انا عمله ديليت، وعلم على الخطوط بتاعتي ديت، وغير اللون بتاعها خليه لبني يبقى زي بقيه الكام. تمام كده. وممكن اعمل قفل الكامل بامر لاين، اجي هنا ارسم خط مايل باي زاويه وباي طول، واروح اعمل له اوفست 6 من 1000 الناحيه دي، 6 من 1000 الناحيه دي، واروح ماسح الخط ده كده، واروح مغير الالوان بتاعته بخليها لها. ادي قفل الكان اهو. ممكن اعمل الكلام ده هنا بامر لاين، قفل الكان هنا اهو، وقفل الكان هنا، وبامر اوفست 6 من 1000 الناحيه دي، 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 وامسح الخط ده وامسح الخط ده. في اي مشاكل؟ ممكن كمان هجيب امر فيلت وادخل الراديوس بتاعي 6 من 1000، اللي هو نص القطر بتاعي، واعلم على الخط ده، واعلم على الخط ده، يروح عامل لنا فيلت ما بينه بالمنظر ده كده. نجيب الامر تاني، انتر على الفاضي، جيب الامر والراديوس متظبط، اعلم على الخطين على طول. اجيب الامر تاني، انتر على الفاضي، واعلم على ده وده. اجيب الامر تاني، انتر على الفاضي، واعلم على ده وده، يروح رسم لنا التسليح بتاع العمود بتاعنا. طب لو انا عايز افرد الكانه بامر كوبي، هعلم على الكانات اللي جوه اللي انا رسمتها دي كلها، واخدها كوبي بره بامر كوبي المنظر ده كده، وبامر موف هعلم على الخط ده والخط ده وارفعهم لفوق سنه، واعلم على الخط ده والخط ده وارفعهم لفوق سنتين، وبامر لاين اوصل من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، واغير الالوان بتاعتها كلها تاني اخليها لبني. ايه راي حضراتكم؟ يبقى انا كده رسمت قطاع العمود وفي نفس الوقت فردت الكانه بتاعتنا. يبقى فكره التفريد بتاعت الكانات ان انا برسم الكانه جوه الاول جوه العمود، واخد منها كوبي وافردها بره عشان يطلع لنا المنظر اللي موجود قدامنا. طب لو حبينا نرسم قطاع كاميرا مثلا، هجيب امر لاين، همشي افقي مسافة وليكن متر وربع، وهنزل تخانة البلاطة 15 سم، وهرجع لورا نص متر، وهنزل لتحت 55 ملم، وهمشي الناحية دي ربع متر، وهطلع لفوق 55 ملم، وهمشي الناحية دي نص متر، وهطلع لفوق 15 ملم. راح اعمل لنا قطاع البي بتاعته من فوق بتاعت الفلانجة متر وربع، ومن تحت 25 ملم، تخانة البلاطة 15 ملم، الدبس التوتال 70 سم. هروح اعمل له اوفست 25 من 1000، اللي هو 2.5 سم. الكفر بتاع الخرسانة للخط ده وللخط ده وللخط ده وللخط ده، وبأمر شنفر هعلم شنفر المسافات اصفار عشان انا اشيل زيادات، اعلم على ده وده، واجيب الامر تاني انتر على الفاضي، اعلم على ده وده، واجيب الامر تاني واعلم على ده وده، واجيب الامر تاني واعلم على ده وده، يروح عامل لنا الكانه اللي جوه الكاميرا بتاعتي. لو جبت امر دي نوت، الانسايد دايمتر بصفر، الاوتسايد دايمتر بوينت
او 1 6 يعني فاي 16، واروح جاي هنا كده عامل كليك، اكبر شويه اهوت اهو، وبامر كوبي هعمل كوبي للسيخ دوت، نسخه في الاخر هنا ونسختين جوه، وبامر كوبي اعلم على السيخ ده واعلم على السيخ ده، واخد نسخه من تحت احطها فوق. وبعد ما اخلص الكانه اللي جوه ممكن اعلم على الكانه بالتسليح اللي فيها واديها لون تاني وليكن اللون الاخضر. يبقى ده قطاع في كاميرا وده قطاع جوه عمود. الامر التاني اللي احنا عايزين نتكلم عليه الا وهو امر الري. الري ده بيعمل مصفوفه، بمعنى لو انا معايا مستطيل زي ده كده ابعاده نص متر في 25%، ممكن اعمل له كذا صف وكذا عمود في نفس الوقت. امر الري بيجي من قائمه موديفاي الري او الايقونه بتاعتنا اللي هي دي الري، اختصار الري اي ار انتر. بيطلب من حضرتك عدد الصفوف وليكن 5، عدد الاعمده وليكن 8، المسافه ما بين الصفوف وليكن هناخدها نص، المسافه ما بين العمدان وليكن هناخدها 75%. هقول له سيلكت اوبجكت وعلم على المستطيل اللي انا عايز اعمل له الري، وادوس مسطره واقول له اوكي، يروح عامل لنا من المستطيل ده 5 صفوف و8 عمدان. ملحوظه هامه، المسافه ما بين الصفوف اللي انا دخلتها يقصد بها المسافه من نقطه للنقطه المناظره ليها، فلازم المسافه دي تكون اكبر من ربع علشان المستطيلات دي ما تدخلش في بعضها او ما تبقاش ملامسه لبعضها. المسافه ما بين العمدان هي المسافه من نقطه للمناظره ليها او من السنتر لاين للسنتر لاين، ماشي؟ ده كده بالنسبه لامر الري. حضرتك ممكن نستخدم الري دوت بولر الري، بمعنى تخيلوا لو انا معايا دايره زي دي ومعايا مستطيل او مربع صغير زي ده كده موجود هنا، والمربع ده يا جماعه خدناه موف من منتصفه وحطيناه عند ربع الدايره اللي فوقيه. انا عايز اعمل تكرار للمربع ده حوالين الدايره، هجيب امر الري اي ار ان. المره دي بقى مش ريكتانجولر، لان ريكتانجولر صفوف وعمدان، المره دي هيبقى بولر. بيقول لك مركز الدايره اللي انت تعمل حواليها الري فين؟ مش عارف احداثيه فمش هدخله، لا هقول له بيج بوينت النقطه دي كده، وهاجي عند مركز الدايره اهو واروح عامل كليك. عدد النسخ اللي انت عايزها وليكن 12 على زاويه 360، واقول له سيلكت اوبجكت، هعلم على المربع ده وادوس مسطره واقول له اوكي، يروح عامل لك اري بولر اري لهذا المستطيل 12 نسخه على زاويه 360، يعني الدايره كلها والمركز بتاعها اللي انا اخترته يا باشمهندس. خلي بالكم ان الاسلوب دوت ممكن استخدمه في رسم العمود الدايره اللي موجود قدامنا. عمود دائري القطر بتاعه 40 سم وجواه 8 سياخ حديد فاي 12، تمام كده؟ ايه رايكم لو جبت امر سيركل ورحت راسم دايره نص قطرها 2 من 10، يبقى القطر كام؟ 4 من 10، ورحت عامل لها اوفست 25 من 1000 اللي هو الكفر بتاع الخرسانه اهو، وبامر دو نوت الانسايد دايمتر بصفر والاوتسايد دايمتر بوينت او 1 2 يعني فاي 12، ورحت جاي عند الربع ده كده وحاطط سيخ. بامر الري بولر الري المركز بتاعنا هيبقى فين؟ لو المركز ده ما ظهرش لك تعالى بس عند الدايره كده تلاقي المركز راح ظاهر على طول، اروح اعمل عليه كليك. عدد النسخ اللي انا عايز اعملها 8 على زاويه 360 واقول له سيلكت اوبجكت اختار السيخ، وادوس مسطره واقول له اوكي، يروح عامل لنا الري للتسليح بتاعنا جوه العمود بتاعنا. يبقى احنا اتفقنا ان امر الري ممكن نستخدمه ريكتانجولر عدد صفوف، وعمدان ممكن نستخدمه بولر حوالين دايره يا باش مهندس. ايه راي حضراتكم لو احنا عايزين نرسم قطاع في سلم زي اللي موجود قدامنا؟ الموضوع بسيط جدا، هجيب امر لاين وهبدا امشي على حسب ابعاد الكاميرات بتاعتنا 25%، وهطلع لفوق 6 من 10 نفس الكاميرا، وهمشي من هنا كده 1.20 متر، وهطلع لفوق مسافه 15 اللي هو القايمه، بعد كده النايمه 3 من 10 وهكذا. بدل من ان انا اعمل بقى القايمه والنايمه هعمل كوبي لدرجه واحده اهي، وامسكها من هنا عشان احطها هنا وهنا وهنا اللي هو عدد الدرج بتاع السلم. كده احنا عملنا كام درجه؟
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، 7 ضربات. همسح الخط الأخير ده وهمشي بأمر لاين مسافة متر 20، وهنزل 6 من 10، وهمشي الناحية دي 25%، وهطلع لفوق 4 من 10، والله أعلم همشي الناحية دي كام. هكمل هنا هطلع لفوق 4 من 10، وهمشي الناحية دي مسافة الله أعلم هي كام. دخلت السلم 20 سنتي، عشان كده احنا عملنا دي 20، فدي بقت 40. هجيب أمر لاين وهوصل من هنا لهنا، وبأمر أوفست 2 من 10 الخط ده الناحية، وأروح ماسك الخط ده، يبقى كده دخل 20 سنتي. بأمر شنفر والمسافات بتاعتنا صفار، هعمل شنفر للخط ده مع ده، وهعمل شنفر للخط ده مع ده، اكتشف ان السلم بتاعنا خلص يا باشمهندس. عايزين نعمل التسليح بتاعنا بأمر اوفست 25 من 1000 للخط ده الناحية دي، الخط ده الناحية دي، الخط ده الناحية دي، والخط ده الناحية دي، بأمر شنفر ده مع ده وده مع ده وده مع ده، شيل الزيادات، وبأمر دونوت القطر الداخلي 0 والقطر الخارجي خليه فاي 16، واروح جاي هنا حامل كليك، وبأمر كوبي اتعلم على السيخ دوت واعمل له نسخة في الاخر، نسخة هنا ونسخة هنا، وأمر كوبي اعلم على السيخ ده والسيخ ده واعمل له نسخة فوق بالمنظر ده. وممكن بأمر فيلت وادخل الراديوس بتاعي 0.008 من 1000 اللي هو نص قطر السيخ بتاعنا، للخط ده مع ده يعمل لنا فيلت حوالين السيخ، الخط ده على الخط ده نص القطر الفيلت بتاعنا هو نص قطر السيخ، فاي 16 يبقى 8 من 1000، فاي 12 يبقى 6 من 1. وبعد ما اخلص ممكن اعمل قفل للكيانه نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه، بأمر اوفست 8 من 1000 اللي ده الناحيه دي، اسف 8 من 1، اوفست 8 من 1 للخط ده الناحيه دي وللخط ده الناحيه دي، وامسح الخط ده واعلم على الكنه دي كلها واغير اللون بتاعها، وليكن هدي اللون الاصفر. بامر كوبي هعلم على الكنه بالتسليح اللي فيها، وهمسكها من النقطه دي، النقطه اللي بره دي، واروح جاي حاططها في نفس النقطه المناظره ليها هنا، اكتشف ان الكانه جت في المكان المظبوط بتاعها. ده كده بالنسبه لتسليح الكاميرا اللي هنا وتسليح الكاميرا اللي هنا. اما لو عايزين بقى نكمل بقيه التسليح بامر اوفست 25 من 1000 اللي هو الكفر بتاع الخرسانه ده وده وده، المفروض ان السيخ بتاعنا مش هيبدا من هنا، هيبدا من اول الكانه، يبقى هنعمل امر اكستند واعلم على الخط ده وادوس انتر، واعلم على الخط ده يمدي ده لده. عايز اظبط الزيادات اللي هنا بامر شنفر واعلم على ده واعلم على ده يظبط الزيادات. طيب هنا ما ينفعش، لازم اعمل مقصات، فلازم السيخ ده يطلع لفوق، يبقى امر اوفست 25 من 1000 للخط ده، وبامر شنفر ده مع ده اهو، الخط ده المفروض يبدا من الاول بامر اكستند واعلم على ده وادوس انتر واعلم على ده، المفروض ان السيخ ده يطلع لقدام عشان ينزل هنا، فبامر لاين اوصل من هنا لهنا، وبامر اوفست 25 من 1000، وبعدين امسح ده، وبامر شنفر اعلم على ده واعلم على ده، يروح ظبط لنا المقص بتاع السلم. اللي انا رسمته ده يا جماعه حديد التسليح الرئيسي، اعلم عليه واحده واحده كده واديله وليكن اللون اللبني، ده كده حديد التسليح الرئيسي بتاع السلم بتاعنا. في حديد ثانوي، يعني مثلا التخانه دي 20 سنتي ما ينفعش انها ما يبقاش فيها حديد علوي، فبامر اوفست 25 من 1000 اهو، بامر اكستند اعلم على ده وادوس انتر اديله مثلا وليكن اللون الاخضر، تمام. هنا برضو نفس الكلام بامر شنفر ده مع ده، تمام. في حاجه اسمها برك حديد بيتحط، بامر اوفست 25 من 1000 اللي ده ولده، بامر اكستند واعلم على ده وادوس انتر واعلم على ده، هعمل اسكيب واجيب الامر تاني اكستند واعلم على ده وادوس انتر واعلم على ده، رحت مدد ده على استقامته ومدد ده على استقامته، بامر شنفر اشيل الزيادات اللي هنا واعلم على الخط ده والخط ده، وبامر دو نوت فاي 16 اروح جاي هنا حاطط سيخ، وبامر فيلت
الراديوس بتاعنا 8 من 1000 للخط ده مع الخط ده، وبعدين اعلم على الكندي واروح مغير اللون بتاعها وليكن اخليه احمر. نقول تاني بامر اوفست 25 من 1000 للخط ده والخط ده، وبامر اكستن اعلم على دوت وادوس انتر وامد ده وامد ده، وبامر شنفر اعلم على الخط ده والخط ده، وبامر دونوت ارسم هنا سيخ اللي هو في 16 مثلا، وبامر فيلت اعلم على ده واعلم على ده واعلم عليهم كلهم كده واديهم اللون اللي انا عايزه اللي هو الاحمر. ايه رايكم لو انا جبت امر كوم وعلمت عكانه بالسيخ بتاعها ومسكته من الانف دي ورحت حاطط هنا نسخه وهنا نسخه وهنا نسخه وهنا نسخه وهنا نسخه، يروح عامل لنا الكانات بتاعت الحديد بتاعنا. عايزين نعمل الحديد الثانوي اللي هو في الاتجاه التاني اللي هيبقى لنا هنا نقط، بامر دونوت هنرسم فاي 16 وليكن هنا كده. ايه رايكم في امر اريت المره دي ريكتانجولار؟ عدد الصفوف اللي انا عايز اعمله صف واحد، وعدد الاعمده اللي انا عايز اعمله وليكن 6 اعمده. المسافه ما بين الصفوف ما تهمنيش لان عددها بواحد، المسافه ما بين الانديه هناخده مثلا 15 سم ب 15 بالمتر، واختار من هنا السيخ دوت وادوس مسطره واقول له اوكي، يروح عامل لنا 6 نسخ منه بامر كوبي. هعلم على السيخ ديت بس وامسك واحده منها واروح مطلعها وانا مشغل اف 8 حاططها فوق. ايه رايكم؟ بامر كوبي ممكن نزود نسخه كمان انت كده اهو. نقول تاني بامر دونات رحت جاي حاطط هنا سيخ، بامر اري اي ار انتر عدد الصفوف واحد وعدد الاندام 6 والمسافات متظبطه. ايه رايكم؟ نشيل الاخير ده بقى زياده بامر كوبي، بامر كوبي اعلم على السياخ دي كلها ده كمان، وناخد نسخه من هنا لفوق واحنا مشغلين اف 8 اهو. ممكن بقى حضرتك الحديد الثانوي اللي هنا نعمله كوبي لان الري على المايل محتاجين نعرف الزاويه، فممكن نكسل نعرف الزاويه هنحط هنا نسخه وهنا نسخه بالتقريب كده لان ده حديد بينهم. واحدة في النص واحدة في الآخر عند تقاطع الكلات، واحدة في النص واحدة في الآخر. يطلع لنا تسليح السلم بتاعنا، ادي تسليح السلم، ادي الكمر وادي الحديد الرئيسي وادي الحديد الثانوي وادي الكانات اللي موجوده في مع الدرج بتاعنا. لو عايزين نفرد الكلام ده بامر كوبي اعلم على الحديد بتاعنا كله اللي انا رسمته اهوت، واخد منه نسخه تحت وانا مشغل اف 8 كده. ايه راي حضراتكم؟ طبعا بقى بشوية موف يعني بأمر موف هرجع ده كده لورا شوية، وبأمر لاين هقول ان هو ماشي كده اهو، وهروح اعمل له رجل هنا هو مشغل اف 8، ولو عايز اعمل التجميشة بالتقريب كده اهي هي بأمر لاين اطلع لفوق وانا مشغل اف 8، وبعد كده اعمل التجميشة اشيل اف 8 واروح اعمل خط مايل اهوت. هنا برضو لو عايز اعمل التكنيشة بامر لاين وانا مش مشغل اف 8 اهوت، وهنا نفس الكلام ارجع ده كده لورا شويه، وبامر لاين اروح اسيب له خط موازي ده واروح اعمل التكنيشة واروح اعمل له رجل هنا خط راسي وانا مشغل اف 8، وبعدين اعمل له التكنيشة وهنا اهوت واروح اعمل له التكنيشة بتاعي. يبقى ده كده التفريد بتاع الحديد بتاعنا. نفس الكلام بس برسم جوه القطاع وبعدين اخد منه كوبي وابدا افرد التسليح بتاعي. ده كده قطاع في السلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.